السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم جديد من ملعب الأهلي. بعد انتصار الأمس الأهلي على وفاق الصيف بهدفين مقابل لا شيء، لهدفين عن طريق طبعا كان وليد سليمان وإسلام محارب، إيجابيات كثيرة جدا هنتكلم عليها النهاردة، والاستعداد كمان لمباراة الدوري وأكيد مباراة العودة المهمة جدا لكل الجماهير الأهلوية وكل جماهير مصر بشكل عام. النهاردة كمان كان في لقاءات في الدوري الممتاز، بيراميدز بتعادل مع بتروجيت 3-3 في مباراة مثيرة جدا جدا. تفوق بيراميدز في الشوط الأول بثلاثية لواحد، والشوط الثاني تفوق بتروجيت وقدر إن هو يرجع عن طريق مدربه طبعا الكفء جدا جدا والقدير جدا كابتن طارق يحيى، ويتعادل 3-3. اللقاء الثاني كان جمع ما بين وادي دجلة، ويبدو إن وادي دجلة على الطريق الصحيح، وإدارة وادي دجلة بصراحة كلها لها كل التحية والتقدير الحقيقة، يعني صبروا على الراجل اليوناني بشكل كبير جدا جدا وادوله الثقة، وكان عندهم يعني حق في الثقة اللي ادوها له. الراجل ماشي بشكل كويس، وخصوصا في الأربع أسابيع الأخيرة بيتفوق على طلائع الجيش بهدفين لهدف بعد ما كان متأخر من الدقيقة الرابعة أو الدقيقة الخامسة بضربة جزاء مش عارف هي اتحسبت ليه اساسا. كابتن جهاد جريشه الوحيد في العالم اللي يقدر يقول هي اتحسبت ليه، لكن على العموم وادي دجله بيتفوق على طلائع الجيش بهدفين لهدف. كمان كان في لقاء في قبل نهائي الكونفدراليه، ممثل مصر طبعا المصري البورسعيدي كان مستضيف النهارده في تقلب الكونغولي في بورسعيد في مباراه كانت كبيره جدا جدا، لكن يبدو ان فيتا كلاب من احسن فرق الكونفدراليه ان لم يكن احسنها على الاطلاق. تعادل ايجابي او تعادل سلبي اسف 0-0. الفرصه لسه متاحه لاولاد حسام حسن في مباراه الكونغو، وحسام حسن يعني وهو داخل اللقاء عنده معنويات كويسه للمباراه اللي هتبقى في الكونغو، لان هم ما خسرش خالص طول ال 13 مباراه اللي اتلعبوا لحد دلوقتي اللي خاضهم حسام حسن وفرقه المصري، فعنده فرصه كويسه مع طبعا يعني الاخذ في الاعتبار ان هو بيلعب فرقه قويه جدا. انا من وجهه نظري هي اقوى فرق الكونفدراليه على الاطلاق، عندهم جناحين في منتهى القوه والسرعه ومميزين جدا، رقم 7 ورقم 11 مميزين جدا جدا، وهيتعبوا فرقه المصري كتير جدا في الكونغو. لكن الكونغو او اسف المصري هيخش كمان بمعلومات كويسه زي ما قلت لكم ان هو ما خسرش ولا مباراه، فهيخش بتعادل ايجابي او يكسب هناك يصعد للمباراه النهائيه في الكونفدراليه. على الجانب الاخر في الكونفدراليه كانت الرجاء المغربي بيواجه انيمبا النيجيري، وقدر الرجاء المغربي انه يتفوق بهدف للا شيء، وكان انيمبا اضاع ركله جزاء. دي المباراه بشكل عام النهارده. طبعا ممثلنا وفخر العرب كله محمد صلاح كان عنده مواجهه النهارده كمان مع نابولي واتعادلوا 0-0. طيب خسروا 1-0، ده ايه ده؟ الجون جاي امتى ده؟ نابولي ايه اتقلب الاهلي ولا ايه؟ لا الاهلي 89، الاهلي انتشر يا جدعان. الاهلي انتشر يا رجاله. طيب انا سايبه في الحديات الدقيقه 88. ماشي، يبقى نابولي بيتفوق على ليفربول بهدف للا شيء والاهلي انتشر. اوكي، النهارده حلقه مميزه جدا جدا في الايجابيات، ازاي تاخد من مباراه امبارح ايجابيات كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم. لكن قبل ما نخوض في الايجابيات ديت خلينا نتكلم مع بعض على بكره اهلاوي، مش عايزين ننسى الكلام ده، مش عايزين ننسى الولد الصغير والطفل الصغير واعدادي وثانوي وجامعه ومتجوز خاطب ايا كان عمرك، انت بكره اهلاوي بالنسبه لك، فمش عايزين ننسى الصور الجميله اللي بتبعتوها لنا واللي احنا بنعرضها من خلال ملعب الاهلي. كمل على طول يا سمير، مستمرين معاك كل فترة كده هنعرض صور كتير جدا جدا، يعني ده مهم جدا ان احنا نتواصل مع حضراتكم من خلال صفحتنا او من خلال هاشتاج بكرة اهلاوي. لو انت بتنزل الصورة على صفحتك اكتب بس هاشتاج بكرة اهلاوي هتجيلنا على طول الصور، قبل ما تقول عو يعني هتوصل على طول، قبل ما تقول انا عاوز اروح هتلاقي الصورة راحت لوحدها. فهاشتاج بكرة اهلاوي مكمل مع حضراتكم. اهلاوي بكرة ان شاء الرحمن يبقى احلى، اهلاوي بالتاسعة اللي هي الافريقية ان شاء الرحمن هيبقى احلى. هنخوض حاجة جديدة أو هنتعامل مع بعض بحاجة جديدة، ودي مهم قوي، يعني مهم قوي نكبر نجومنا، ومهم قوي إن احنا نتعامل مع نجومنا بشكل حلو قوي، لكن نجومنا بيتعاملوا كمان مع الأهلي باسم الأهلي ومكانة الأهلي، ويمكن طول عمر اللعيبة مقدرة المسؤولية دي. فاحنا عايزين نختار ألقاب لنجومنا من خلال مشاركتكم معانا، يعني مثلا على سبيل المثال بس يعني خليني اقول لكم يعني مثلا على سبيل المثال زمان مثلا الاساطير والنجوم والناس الكبيره في النادي الاهلي
كانت بتلقب بناء على إمكانياتها وقدراتها وبطولاتها الكبيرة جدا جدا وانتمائها لناديها، مثلا يعني كابتن محمود الخطيب بيبو، كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو مثلا، يعني كابتن حسن حمدي وزير الدفاع، كابتن مصطفى عبده المجري، قولوني الحقولي بالأسماء، الكابيتانو الماجيكو الباقي، الحاوي وليد سليمان مثلا، يعني الجوكر أحمد فتحي. فعايزين نختار الساحر مثلا أبو تريكة، فعايزين نختار أسماء أو ألقاب، يعني القناص عماد متعب، يعني عايزين نختار اسم كده ونردده كتير حلو، يعني جلاد الحراس أو أحمد جوال أحمد بلال. عايزين نختار اسم مع حضراتكم، ما الأسماء ديت جت بناء على يا إما جت عن طريق الجماهير في المدرجات، يا إما جت عن طريق ناقد رياضي كبير ولا حاجة زي أستاذنا الكبير جدا أستاذ نجيب المستكاوي لما كان بيسمي مثلا أسماء لعيبة أو فرق. فإحنا عايزين نختار اسم، اختاروا لعيب، اختار وليد سليمان، اختار أحمد فتحي، اختار، مع أنهم لهم أسماء لكن أنا بدي مثال يعني أو لهم ألقاب يعني، لكن أنت اختار حد أنت شايف أنه هو يعني حاجة حلوة قوي، بس ده له 3-4 شروط، يكون بقيله فترة في النادي، يكون مؤثر جدا جدا في النادي، يكون انتمائه شديد جدا للنادي. حلو، يعني اختار لقب بقى، اختار بقى العقرب، اختار الفهد، اختار المارد، اختار فيجو دي بتاعتي يا ابني، اهدى شوية، دي بتاعتي أنا. قال له أنت جاي تهزر ولا جاي تعزي؟ قال له جاي أهزر. ماشي، فاختار من خلال مشاهدتك لينا ومن خلال مراسلاتك لينا، اختار لاعب بس يكون لقب، وعايزين نثبت اللقب ده. خلي بالكوا ده مهم جدا جدا على فكره، يعني الناس بتفتكر ان هو حاجه ايه يعني المشكله يعني، لكن اسم على مسمى، يعني يبقى اسم على مسمى، سيبكم الاسماء اللي هي كبيره جدا وفظيعه قوي ومش على نفس القدر يعني، لكن عايزين ناخد لقب مهم قوي للعيبه ويبقى لازق فيه خلاص، يبقى ده من خلال لقب من خلال ملعب الاهلي ومن خلال قناه الاهلي. اوكي، هنتكلم في اجابات امبارح لان ده مهم جدا، سواء كانت الشباك النظيفه وعدم استقبالنا الاهداف، كارتيرون والمسانده اللي لازم تكون موجوده معاه بقى بشكل كبير قوي، مش احنا اللي بنديها له، ولا تعاطف مع الراجل ولا استحسان هو بيطلبه، لا هو حقه من خلال الارقام يعني. وليد سليمان والدور اللي بيعمله، محمد الشناوي والمسيره اللي ماشي بيها كواحد من افضل 8 حراس او افضل 8 سنين فاتوا، هقول لكم بالارقام يعني، حافظ على شباكه وده فال حلو قوي، اللي بيوصل للرقم 8 من كلين شيت بياخد البطوله ان شاء الرحمن. وايمن اشرف والثنائي مع كوليبالي وهشام محمد واسلام محارب ومدى تطورهم في المستوى، واحمد حمودي الراجل اللي كان من بعيد